السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض غرزة جديدة. الغرزة دي اسمها غرزة النص عمود. غرزة النص عمود دي شبه قوي الغرزة اللي احنا اتعلمناها الدور اللي فات، اللي هي الغرزة الساقطة. الاختلاف بينهم حاجة واحدة بس. احنا لو نفتكر الدور اللي فات، الغرزة الساقطة قلت لما باجي اعملها انا بدخل في الغرزة بتاعتي وبيبقى فوقية كده، هو زي ما هو واضح الخيطين بتوع الغرزة، ما بدخلش في واحدة بس، بدخل في الاتنين مع بعض. كنت بدخل في الغرزة بتاعتي كده اهو، والف لفة خيط، يبقى عندي خيطين على الإبرة، اقوم ساحبة منهم الخيط بتاعي. كانت دي الطريقة اللي انا عملت بيها الدور اللي فات الغرزة الساقطة. غرزة النهاردة اللي هي غرزة النص عمود بتختلف في ايه؟ ان انا قبل ما بدخل في الغرزة بتاعتي بقوم لفة لفة خيط على الإبرة. يعني انا اصلا بيبقى عندي طرف خيط كده على الإبرة، بقوم لفة لفة خيط تانية على الإبرة، وبعدين أقوم داخلة في الغرزة بتاعتي كده اهو، وأقوم ساحبة الخيط. يبقى عندي على الإبرة ثلاثة من الخيط مش اتنين بس. في الغرزة اللي فاتت كان بيبقوا اتنين بس، لكن في غرزة النص عمود بيبقى عندي ثلاثة. أقوم لفة الخيط كده لفة وساحباه من الثلاثة مع بعض. دي كده غرزة النص عمود. تاني غرزة النص عمود بعملها ازاي؟ أنا عندي خيط على الإبرة، بقوم لفة الخيط لفة تانية وأقوم داخلة في الغرزة بتاعتي وأقوم سحب الخيط. يبقى أنا عندي على الإبرة بتاعتي تلت غرز، تلت لفات. التلت لفات دول هقوم لفة الخيط لفة كمان وسحباهم من التلات غرز مرة واحدة. غرزة النص عمود دي طولها بيوازي طول غرزتين سلسلة. احنا الدور اللي فات قلنا الغرزة الساقطة طولها بيوازي طول غرزة سلسلة واحدة، لكن غرزة النص عمود دي طولها بيوازي طول غرزتين سلسلة.